نسيم هبت علينا من حمال مصطفى. الذي سنسأل الله عز وجل أن يوفقنا فيه هو محاولة نقل الإنسان المثقف في موضوع الجهاد الذي نحن بصدده عن ضبابية الأفكار الإسلامية والتحرر منها والانضباط بمصادر الإسلام، الدعوة إلى الله عز وجل باللسان هو أساس الجهاد وهو معينه. تنتقل العداوة النظرية إلى ممارسة ألصقت تهمة الإرهاب بالمجتمعات العربية والإسلامية بدءا من الجهاد. يغالطونك هؤلاء الجهال أو الفسقة أو إذ يقولون كذا، ونرد على تصوراتهم بالمنطق ونناقشها، نعم مناقشة علمية مفصلة، نعم مبسطة. هذا التكليف الذي أناطه الله بك هل يحرمك من حريتك؟ سؤال. ها هنا يكمن الجواب عن هذا الإشكال. ولعل هذا موضوع قل من يلتفت إليه وقل من يهتم به. عبارة من اليوم إن شاء الله بدراسة هذه السنن، كل سنة ندرسها ونتبين النص عليها من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تكون المرأة العربية المسلمة سلاحا بيد الغرب؟ ما الخطة التي رسموها؟ سبيل ذلك أن يؤلب الغرب المرأة على الإسلام، ثم ادخل في عمق شعور المرأة. هل يسعدها أن تكون هي الخاطبة؟ أم يسعدها أن تكون هي المخطوبة؟ من من الناس لا يعلم الجواب؟ قوة المرأة في ضعفها بمقدار ما تكون ضعيفة، ومعنى ضعفها أنها تعيش حياة أنوثة وعاطفة ونحو ذلك. هذا الضعف الذي هو مجموع لطف وعاطفة وما إلى ذلك هو الذي يأسر الرجل، هو الذي ما ينبغي أن ننفق وقتا ثمينا أو غير ثمين في كيف نوجد الخلافة الإسلامية، الدولة الإسلامية. يا سيدي اترك العناوين واسلك هذا المسلك. طلب مني أن أخرج من هذا القطر، المسكن موجود، المسكن الفارغ موجود، العرب موجود، الأسرة أيضا، كلها يمكن أن أطمئن إلى مصيرها ووضعها. لكن ما الذي منعني من الاستجابة؟ أنا لا أعيد المسألة إلى بطولة فيه، والله أنا ضعيف، نعم ما ضعيف، ولكن الله عز وجل هو الذي لطف بي، أشعرني بأنني في هذه المرحلة إن تركت هذا البلد فسوف يكون شأني كشأن أب له أهل وأولاد وأحفاد يتركهم إلى حيث لا يعلم مصير هؤلاء.
والله هذا ما شعرت به.